هذا وقد أعلنت إدارة الجوازات السعودية في منفذ سلوى البري الحدودي مع قطر أنه تم إنجاز إجراءات دخول أكثر من 100 حاج قطري إلى أراضي المملكة حتى الآن. ونقلت قناة الإخبارية السعودية عن مدير جوازات منفذ سلوى الحدودي مع قطر العقيد حسن الدوسري تأكيده إنجاز إجراءات أكثر من 100 حاج قطري ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين. وشدد الدوسري على جاهزية الجانب السعودي للعمل 24 ساعة لخدمة الحجاج.